السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم 4 لاعبين سيكونون في تربص المنتخب الوطني الجزائري لشهر أكتوبر القادم، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن رسمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مباراتين وديتين، الأولى أمام الرأس الأخضر والتي ستكون يوم 12 أكتوبر بملعب قسنطينة، بينما ستكون المواجهة الثانية أمام المنتخب المصري يوم 16 من أكتوبر في أبوظبي الإماراتية. وبنسبة كبيرة سيستدعي ناخب جمال بالماضي هذا الرباعي لأول مرة. أمين غويري لاعب نادي ران الفرنسي والذي غير جنسيته من الفرنسية إلى الجزائرية. ثانيا لامين غزالي متعدد المناصب ولاعب نادي بوخارست الروماني. وأما ثالثا منصف بقرار لاعب نادي نيويورك سيتي الأمريكي. أما رابعا وأخيرا ياسين عدلي متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي. وأنتم مشاهدنا شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.